دي كانت اخبار الاهلي في المواقع. لسه في اخبار للنادي الاهلي او عن النادي الاهلي كمان في الجرايد، نروح نشوفها. الاخبار المسائي، فايلر فلتيتش الخطيب يرحب بالمدير الفني الجديد ويحدد ملامح المرحله المقبله. الجمهوريه، في اجتماع الاهلي مع فايلر، الدوري العام وافريقيا اهم الاولويات. المسا، رغم قلق الجماهير فايلر بدا الشغل بدري. المصري اليوم، فايلر يحسم مصير المهاجم الاجنبي للاهلي، السويسري يطلب خوض وديتين قبل مواجهه بطل غينيا الاستوائيه، مؤتمر صحفي اليوم لتقديم المدير الفني وجمعة يتعافى. مجلة الأهلي، أول بطولة ننتظرها مع بداية الموسم الجديد، قمة السوبر السادسة، الأهلي زعيم السوبر يهزم الزمالك 4-1 بس. مجلة الأهلي، 107 سنوات فارق بين نادي القرن والفريق البترولي، الأهلي ضيفا على كانو سبورت لأول مرة في دور الـ 32 الأفريقي.